السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور في الثلج، توجور في الثلج. رانا راس البيت، وهذه نعمة من عند ربي. السلام عليكم، وربي يدوم إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. كما راكم تشوفوا رانا في شارع راس البيت، طيار أحمد تور أسيرونس. والثلج مازال تصب، ان شاء الله خير في بلادنا. هذا ان شاء الله خير. صباح الخير. والله غالب بس صباو. هذا ثلوج الخير. هاي صباح خير بس. رانا توجور في شارع طيار أحمد، وهذا شارع الشهيد بشير عاشور. طقس بارد تقريب 4 دوغري، الريح ناقص شويه، نقدروا نقولوا 3 كيلومتر على الأور. توجور في طقس راس الواد، طقس بارد ان شاء الله. راه كيما قلت لكم راه 3 دوغري، يعني 3 درجات فوق الصفر. اليوم رانا مع حاج حماده. حاج حماده واش راك لاباس؟ خير لاباس الحمد لله. كدا مازلنا في رمضان؟ بقى 62 مغدوه. 62 مغدوه، يعني شهرين ويومين. ايه العيد الكبير 95 ايام. 95 ايام. ايه العيد الصغير 92 يوم. الله يبارك. هذا هو رانا في راس الواد. رانا في راس الواد. ولا حاج حماده. حماده. نعم. حماده مش حمادي. حمادي. نعم. حاج حمادي تسمى انت مولاد براهم. ايه. مولاد براهم، والناس الكل تعرفك، وان شاء الله ديما حنا نمشوا معك انت. ان شاء الله. وان شاء الله واش قلنا الشعب هذا، واش قلنا الناس هذو راهم يتفرجوا فيك، واش تقول لهم؟ نقول لهم على رمضان وكل شخصي، ونقول لهم رمضان شخصي، ونقول لهم قال لك نصوموا. واش هذا الحاج؟ هو معنا عملنا المدير تاع البيتيتي. ها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش هذا المدير؟ واش قريب رمضان؟ ان شاء الله قريب يجيب العرس في الوسط. ربي ان شاء الله يلحقنا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك. ان شاء الله. مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا الصباح، يعني خرجنا الوحدة تاع الصباح، شفنا الثلوج سقط في بلدية راس الواد، يعني حاجة قليلة. مهم كان الثلج وكان البرد. الطقس برا راه 3 درجات كما قلت لكم. هضرنا على حمادي، قالنا وقتها رمضان ولا كنا، وكان حاجة أخرى راح نهضروها. يعني كانت بزاف الناس عم يحوسوا يتصوروا، ويحوسوا يديروا لي فوتو، ويحوسوا يديروا لي فيديو، ويحوسوا يديروا لي بوبليسيتي. راه كلشي بالصور، راه الدنيا راه كلشي بالصور، ما كاش حاجه باطل. يعني نفضل لكم يا جماعه اللي عيط لي انا في التليفون ولا يقول لي راه صور لي ولا دير لي ولا هذاك، راه بالصور. دوك ما بقاتش حاجه باطل. رانا في 2023 العام الجديد هذا، راه بالصور. وزيد نعطيكم حاجه اخرى، حلينا قناه جديده سميناها الجريان. الجريان نيوز 150 ولايه. هذه القناة هذه خاصة 50 ولاية، خاصة راس الواد. يعني نخدم مع راس الواد ونخدم مع ديك 50 ولاية، يعني أي ولاية نروحوا ليها، أي ولاية نخرجوا ليها. اللي يحتاج لي سيرفيس تاعي، ولا سوا سياسة ولا سبور ولا لاكتواليتي ولا كولتوريل ولا أي حاجة، جمعيات ولا، يعيطوا لي ونديبلاسي روحي في 50 ولاية، ما عندي حتى إشكال. وش هو كيما قلت لكم راه كلشي بالصور. من هنا وجاي من 2023 هذا ما نجيش نخدم حاجه باطل، ويقول لي واحد صور لي ويقول لي باطل. لازم كلشي بالصور، وهذه راهي راه غالي.
عندنا حنا سيركو الانترنت سيركو التريسيتي، عندنا حنا دي كاميرا نشرو دي كاميرا تاع دي كاميرا امباني خويا فيها تقريبا 500 600 فيلم بيس صغيره في كاميرا كانون 500 600 500 600 معناتها بلي راه كلشي بسوا. كاين ناس يستاهلوا كيما نقولوا عندنا باطل هذوك هذوك الناس اللي عداوي وراحوا عندو شي با حوايج خاصه حوايج خاصه باينين هذوك باينين هذوك نخدمهم باطل في نفس سبيل كما الجوامع نخدموا في نفس سبيل الجامعه كي نخرج انا الجامعه نخرج نخرج ندير الجامعه في اي جامعه في اي مسجد في راس الواد نخرج لي باطل ماشي نقولوا اعطيني باسكو انا اللي خرجت انا نحب نديرها وشي واجد ان نفكركم انا حالينا قناة جديدة من باج جديدة الكترونيك واسمها الجيريا نيوز 58 ولاية. هذه القناة هذه راهي فيها كل شيء، فيها سياسة كيما نقولو حنا بوليتيك كولتورال سبورتيف اكتواليتي جمعيات تجمعات اي حاجة مام حتى نجبدو حتى من الاذاعه تاع التلفزيون تاع الجزائر يبعثونا حنا الهوايج ولا نهزو من عندهم نعجبو في القناه تاعنا ونعجبو في القناه تاعنا. واش نقول لكم انا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا شيء ميساج اللي حبيت نعطيكم مع الفيديو الاولى اللي درتها من قبل. السلام عليكم وان شاء الله بالتوفيق لي انا ولكم انتم اكل وتحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر والله يرحم الشهداء.